إلى ذلك، أكدت الأمانة العامة لمجلس الشورى تنفيذها لعدد من البرامج والإجراءات المساندة والداعمة لأصحاب السعادة أعضاء المجلس، وبما يعزز دورهم التشريعي، حيث من المقرر أن تنطلق مساء يوم غد أولى جلسات المجلس، وذلك بعد أن يتفضل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بإلقاء الخطاب السامي في افتتاح أعمال دور الانعقاد الثالث. وللمزيد معنا حول هذا الموضوع عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى. مساء الخير سعادة المستشار، وأهلا بك معنا. حدثنا عن استعدادات الأمانة العامة لمجلس الشورى لدور الانعقاد الثالث. مساكم الله بالخير جميعا. في البداية يشرفني أن أرفع أسمايات الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة، وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على ما يوليه جلالته من دعم ومساندة للسلطة التشريعية للقيام بمهامها على الوجه الأكبر. في الحقيقة الأمانة العامة قامت بتنفيذ توجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى للإعداد والتجهيز لدور الانعقاد الثالث منذ بداية الإجازة التشريعية في شهر مايو الماضي. نعم. حيث تم تعزيز الأنظمة التقنية والتكنولوجية والتوسع في التحول الرقمي لكل مهام وإجراءات الأمانة العامة، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية التي تعزز مساندتها ودعمنا للسادة الأعضاء. واليوم مع انطلاق دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، نستطيع التأكيد على استعداد الأمانة العامة بكل إداراتها وأقسامها، وحتى مع الظروف الاستثنائية التي نمر بها بسبب جائحة كورونا، حيث أن كل الإدارات والأقسام على اطلاع بالمسؤوليات والمهام المناطة بها لتسيير الأمور بالشكل المقرر، وهو ما يشمل الدعم الفني والتقني والإعلامي والخدمات المقدم للسادة الأعضاء. نعم سعادة المستشار، يعني كيف ستعقد جلسات المجلس واجتماعات اللجان خلال الفترة المقبلة؟ طبعا المسؤولية الوطنية تحتم علينا جميعا الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ولذلك ستعقد جلسات مجلس الشورى باستخدام أنظمة الاتصال الافتراضي. وفي الحقيقة فإن المجلس قد نجح في تطوير التكنولوجيا واستثمارها في عقد جلساته منذ الدور الانعقاد الماضي عن بعد. نعم. فلذا هو مستمر في عقد جلساته وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك الحال بالنسبة لاجتماعات لجان المجلس، فإنها ستواصل عقد اجتماعاتها باستخدام أنظمة الاتصال المرئي بهدف بحث ودراسة كل ما يرد إليها من موضوعات. نعم سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.